شهد مجرى نهر النيل انخفاضاً ملحوظاً في منسوب المياه يقدر بحوالي 140 سنتيمتراً مقارنة بالأعوام الماضية، فظهر الطمي واضحاً في عدة مناطق هامة بمحافظة أسوان بصورة تشكل عائقاً على المجرى الملاحي لعدم توافر عمق مائي يكفي لإبحار المراكب. والله هو كل سنة طبعاً معروف معاد السد الشتوية بالنسبة لوزارة الري بتعملها للنيل، بتعملها عشان نحافظ على المية في الفترة اللي هي مش محتاجين فيها ري للأراضي الزراعية وكده، بس بتبقى تأثيرها من زمان، وكان الشركات دايماً بتشتكي أن بتعمل مشاكل في المجرى الملاحي للمراكب السياحية. عدة مراكب وقفت باليوم والاثنين والثلاثة، ودي طبعاً بسببت مشاكل وقلق كتير للسياح كتير. الناس مش فاهمة يعني إيه المركب شحطت، ما يفهمش إنه يعني إيه المركب وقفت على الأرض، بيحس انها فيها خطوره، بيقول لك المركب ممكن كده يحصل لها غرق، ممكن طب انا واقف على الارض، بس هو جست مش فاهم الموضوع. احنا بنتمنى ان يكون في سياحه، مش في ساعه ما تيجي مثلا سياحه سواء مصريه او الدول الاجنبيه، ونبص نلاقي السده الشتويه في وقت يعني احنا محتاجين فيه ميه عشان المركب تمشي، بتمثل خطوره كبيره جدا للمركب، ممكن المركب تتقلب، ممكن المركب ماشي على ارض ما فيش فين مساحه الميه اللي هي تكفي للغاطس بتاع المركب، وكل مركب تختلف عن التاني في الغاطس. السنه دي منسوب الميه نزل عن اي سنه زي ما اتفقنا من 140 ل 130 سنتي 120 سنتي نزل. النهارده كان ممكن اعمل في الفتره دي اجيب الكراكات واحط ثلاث مناطق اللي هي ناحيه كوبري البغدادي بين الجبلين، منطقه كومومبو، منطقه عند كوبري اسوان، الاربع اماكن دي اللي فيها بتمثل خطوره على الفنادق، وبعدين في فنادق بيتعارض مع البرنامج بتاعها بتفقد البرنامج وبتفقد الرحلات بتاعتها. فالنهارده الزبون او السائح اللي جاي بلدي او المصري اللي جاي سايح عندي اللي هو يعتبر معايا وابن بلدي جاي يتفسح عندي، انا بنكد عليه، انا بقول له المركب واقفه مش قادر اتحرك. ومن الاسبوع الجاي يعني الحمد لله في سياحه مصري واجنبي، فهتبقى في زحمه، يعني الحمد لله بدات الدنيا تتحرك، فهتبقى المراكب هتعمل مشكله في المجرى الملاحي حاليا بيستوعب مركب واحده بس. وانا ليه النهارده اشتغل في السد الشتويه اثناء الموسم ده؟ الموسم طب ما انا قاعد شهر 8 وشهر 9 وشهر 10 ما عنديش سياحه والمراكب كلها واقفه ونايمه، كانت نسبه الاشغال عندي 4.5%، لما النهارده تبقى 15 ولا 20 ولا 25% اوقفها انا بايديا. لو في مركب شحطت في المجرى المائي المراكب كلها هتتعطل، انا النهارده مركب واحده هتعطل 12 مركب 13 مركب 20 مركب. نداءات الى الجهات المعنيه لتوسيع وحفر المجرى الملاحي حتى يتلائم مع حركه ابحار المراكب تفاديا لالغاء العديد من الرحلات السياحيه. نتكلم نقول تعالوا نفحت، تعالوا نجرف التربه، نشوف الارض، نشوف الكراكات اللي كانت بتيجي بتعمل شفط وبتعمل حفر للمناطق الضحله، نتكلم فيها، نخلي الاعماق بتاعها بما يتناسب مع بقيه منسوب النيل. كل ده اللي بيحصل مش في صالحنا، مش في صالحنا كسياحه. احنا النهارده بنقوم السياحه، السياحه بنقول ما بتموتش بتمرض، السياحه بتمرض بتتعافى، خلاص تتعافى. النهارده انت مش بتعافى السياحه، النهارده بيزيدها مرض على مرضها. بدعو المسؤولين دعوه من كل قلبي وكل زمايلي، تعالوا شوفوا حل، يا اما تطهير مجرى نهر النيل يا اما تغيير موعد السد الشتويه، ودي مطالبه لرئيس البلد نفسه يتدخل تدخل شخصي علشان خاطر فعلا السياحه كده بتنهار من كل الجوانب.